القسمة بنفرق جزء كبير بنوزعه على القطع. عندنا 4 تقسيم 2 يساوي 2، نسمي الأربعة المقسوم والاثنين المقسوم عليه والناتج 2، نسميه ناتج. 4 على 2 يساوي 2 ناتج عملية القسمة. 24 على 6 بيساوي 4، 24 هو العدد المقسوم و6 المقسوم عليه والناتج 4. كذلك 12 تقسيم 6 يساوي 2، او 12 نقسمه على 6 يساوي 2. نقسم 12 تفاحة على 6 اطفال.